حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. راح نعرض لكم بهذا البرنامج أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا عبر تطبيق الواتساب على الرقم الأخير اللي بصف الإشارة. تقدرون تتواصلون ويانا، وأتمنى تكون الرسالة مكتوبة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، تمارس قوى وميليشيات الإطار التنسيقي ضغوط كبيرة حتى يعرقلون تمرير قانون العفو العام بالصيغة الحالية. هم يقولون ما يتمرر إلا نسوي عليه تعديلات جذرية ويفرغوه من محتوى ويخلون نصوص هذا القانون أنه توقف عاجزة عن إنصاف عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء واللي طبوا للسجن ظلم وزور وبهتان وبتهم كيدية، ويا استمرار العراقيل اللي يخليها الإطار التنسيقي اللي مدى تمكن المشرعين من قراءة مشروع القانون داخل البرلمان إذا كانوا مشرعين، واللي كان آخرها إقران التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وما يتضمنه من بنود تكرس الطائفية مقابل التصويت على قانون العفو العام. فأصبح قانون العفو العام هو ورقة رابحة جوكر، إذا تسوون فلان شي نسويكم فلان شي، واللي يعتبر من أبرز البنود اللي تم التوافق عليها من قبل تشكيل الحكومة، ويحذرون مراقبين من تداعيات اكتظاظ السجون بالعراق اللي لها من جوانب سلبية خطيرة على الصحة والسلامة البدنية والنفسية للمعتقلين. التكدس البشري موجود بداخل السجون بحسب المراقبين يؤدي إلى كثير من الأمور. أول سبب لها هو استمرار عمليات الاعتقال، ثانياً عدم حسم الدعاوى الكثير من القضايا أو كثير من قضايا المعتقلين، أو الإفراج للي أكملوا مدد محكوميتهم، أو الإفراج عن الأبرياء. وأكدوا أنه هواية هواية أمور وهواية أدلة موجودة من داخل السجون تبين الظروف البائسة اللي يعيشون بها المعتقلين. زنازين الاعتقال دائما مصوريها مكتظة بالمعتقلين لدرجة أنه الأرضية ما تنشاف، ينامون على وضعية الجنين أو القرفصاء بسبب نقص المساحة. ويشوف المراقبين أنه الحل الأمثل لتقليل الاكتظاظ هو إقرار قانون العفو العام وتشريع قانون العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحريات مثل ما هو معمول بها بدول العالم. وأجمعوا الخبراء والناشطين على أن اكتظاظ السجون مو حالة عابرة، هي ممنهجة أوجدتها جهات سياسية وغير سياسية لأنه هي مستفيدة منها. وأكدوا أن السجون تستوعب من 25 ألف إلى 30 ألف شخص في عموم العراق بناء على تصريحات وزارة العدل، لكن ما تحتوي السجون حاليا يزيد عن 100 ألف شخص، هواية من عندهم ما أصدرت أحكام قضائية بشأنهم، وهذا يعني تجاوز القدرة الاستيعابية بنسبة 400%. صور ملتقطة حديثا بينت الاكتظاظ بداخل سجن أبو غريب في وسط ظروف معيشية قاهرة ودرجات حرارة عبرت 50 درجة مئوية. تعال نشوف. سجن أبو غريب جمون جمون مرارة واحد فوق واحد. هذا حال سجن أبو غريب. لكن تعرفون الحملة الأخيرة للإعدامات الحكومية اللي صارت، حكومة إطار التنسيق اللي رأسها محمد الشاع السوداني ورئاسة الجمهورية اللي يمثلها عبد اللطيف رشيد اللي ما حد شايفه، دائما تتجاهل دعوات المنظمات الإنسانية والحقوقية: يا ناس وقفوا أحكام الإعدام لأنه أنتوا ما عندكم محاكمات عادلة، أكو شروط مدى تنفذوها، وأكو ناس تنفذت بها أحكام الإعدام وهم أبرياء وهذا جرم بحق القانون. وتنفيذ مزيد من الإعدامات خلال الأيام الماضية هو إمعان وتكريس للنهج الطائفي بالبلاد. عمليات الإعدام الجديدة على الرغم من التحذيرات اللي أطلقتها منظمات حقوقية وإنسانية بسبب اللي راح يصير وراها ومن مغبة استمرار تنفيذ هاي الأحكام، ظل قضاء يفتقر إلى أي مقومات للعدالة وللمحاكمات اللي ما تتوفر فيها شروط العدالة.
من سنوات أحكام الإعدام بالعراق تواجه انتقادات متواصلة، وأكو تشكيك كبير من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان بسبب طبيعة التهم الموجهة للسجناء والإجراءات العنيفة اللي تصاحب التحقيقات الأولية، ومنها انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب والابتزاز والاعتماد على تقارير المخبر السري اللي ما حد يعرفه اللي معمول بها بالعراق حالياً، واللي غالباً تكون مبنية على دوافع انتقامية وطائفية بحسب المراقبين. ناشطين وصحفيين تحدثوا عن تفاصيل تتعلق بعمليات الإعدام الجديدة اللي نفذتها حكومة محمد الشيع السوداني، وطالت معتقلين من أبناء محافظتين نينوى وصلاح الدين شمال بغداد، وأوضحوا أن الضحايا اعتقلوا قبل 11 سنة، يعني إبان حكومة الاحتلال الخامسة اللي كان يرأسها نوري المالكي بسبب وشاية المخبر السري. نشروا صور لمعتقل تم إعدامه بحملة الإعدامات الجديدة اللي تم تنفيذها مؤخرا بالعراق من دون أن تعلن عن هاي الحملة، وتم اعتقاله خلال حقبة نور المالكي وهو من أبناء قضاء تل عفر. يعني إذا نريد نحلل عمر هذا الرجل في عقده الخامس أو في عقده الخامس، هو قضى من أدها 11 سنة، يعني خمس حياته هو بالسجن، والسبب مخبر لو وشاية لو عمل طائفي لو 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 هواي أمور. أكو قضايا مهمة كثيرة اللي تصير بالعراق بها مشاكل، ومن ضمنها هي تنفيذ أحكام الإعدام بحق أناس أهاليتهم يقولون أنهم أبرياء، والسياسيين والصحفيين والناشطين يأكدون هذا الشيء. من بين اللي تم إعدامهم حربي عناد العلواني اللي تم اعتقاله سنة 2008 من قبل الجيش الأمريكي بتهمة المقاومة بالأنبار. هذا الرجل اللي قاوم محتل من المفترض أن يكون بطل، لكن وفق بند سلطة الائتلاف المؤقتة AO1 يعتبر تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر هو جرم، وبما أن حكومات الاحتلال مأمورة من الأمريكان فأصبح هذا مجرم. العلواني سلم من الجيش الأمريكي اللي هو كان يقاومه، واللي هم يعرفون أنه هو كان يقاومهم ويقاوم احتلالهم، سلموا إلى حكومة نور المالكي سنة 2011. وراها استمر من 2011 ل 2024 هو تحت وطأة الاعتقال في سجون محور المقاومة والممانعة، عفوا محور المقاولة اللي نفذوا بحكم الإعدام عام 2024. ومن بين تم إعدامهم مؤخرا رجل من الموصل ما شفعت له تقارير تعرضه للتعذيب، توقيعه على الاعترافات هو ما مسوي شيء اصلا وما يعرف شيء بهذا الخصوص، واكو مقطع وثق لنا صورة حال اخته للمعتقل والانهيار اللي انصابت به خلال استلامها ونقلها لجثمان شقيقها، واللي تفاعلوا العراقيين في مشهد مؤثر. تعالوا نشوف. الناس لما شافت هاي الفيديوهات وشافت هاي المقاطع وتأثرت علقت على هذا الموضوع
ماهر هاشم على منصة اكس يقول 11 سنة خلف القضبان بوشاية المخبر السري، مورست بحق كل طرق التعذيب الذي لم يتحمله جسده الهزيل، فاعترف وأقر بما نسب إليه، نفذ فيه الإعدام يوم الاثنين الأشد إيلاما، 11 سنة لم يرى إخوته وخواته وتوفي والديه كمدا على آخر العنقود، أستاذ جامعي يحضر للدكتوراه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هديل تقول دم في رقبة من اعتقل ومن عذب ومن حكم ومن نفذ ومن ساند عليهم من الله ما يستحقون. الحر التميمي والله من تبكي وتقول خي تهد الحيل حسبنا الله ونعم الوكيل. عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اربط على قلوب ذويهم وألهمهم الصبر والسلوان. هذه الزمرة الحاكمة في بغداد ثقلت انتهاكاتها، وسيأتي اليوم الذي لا مناص منه ألا وهو محكمة رب العالمين. هناك سيأتي سؤال رب العزة والجلال بأي ذنب قتلت أو قتلت. علي القيسي الله يصبرهم على مصابهم الجلل وينتقم من الواشي والقاتل بحوله وقوته. علي التهمة 4 إرهاب، الذريعة إرهابي، الحقيقة كونه سني. فكان هذا تعليق الناس على قضية حملة الإعدامات التي نفذتها حكومة أبو الله لا يوفقني، حكومة الخدمات اللي يرأسها محمد الشيعة السوداني. ننتقل من هاي القضية ونروح إلى بلاوي أخرى. العراق البلد الغارق بالفساد ده تتضخم به معادلة اقتصادية شاذة عن بلد الدر عليه ثروتها النفطية مليارات الدولارات سنوياً، إضافة إلى ثروات وخيرات أخرى منسية، وعنده شعب يعيش ربعه تحت خط الفقر، ويتوقعون هواية من الاقتصاديين ارتفاع عدد العراقيين اللي يعيشون تحت مستوى خط الفقر إلى أكثر من 13 مليون مواطن خلال هاي السنة اللي ما باقي لها 4 أشهر بسبب الأزمات الاقتصادية بالبلاد والمرتبطة بانخفاض قيمة الدينار، إضافة إلى المتغيرات اللي تشهدها الأسواق من ارتفاع كبير مستويات الأسعار، انخفاض القدرة الشرائية، تراجع المستوى المعيشي، تراجع المستوى للعائلة العراقية، وأجمعوا أنه لا عدالة لا اجتماعية والفساد والفشل الحكومي ذنقضا على الطبقة المتوسطة بالعراق بشكل كامل، وملايين المتقاعدين وملايين آخرين من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل يعيشون بوسط فقر بأسوأ صورة بلد يتباهى بموازناته الانفجارية المليارية. وقالوا يكفي أنه نشوف أنه أكو أكثر من 5000 حي عشوائي بمدن العراق ساكنيها الملايين كلهم يعيشون تحت خط الفقر أو الفقر، وتهدر كرامتهم الإنسانية بحياة تفتقر إلى شروط المعيشة. عراقيين الدولة وصور تظهر لكم الطبقة الكادحة اللي يشتغلون من أجل جمع قوت اليوم في اليوم من النفايات من الزبالة بوقت أهدر الفساد أكثر من 1000 مليار بوفق تصريحات رئيس الجمهورية السابق برهم صالح. خلونا نشوف صورة لهذه السيدة وهي تجمع قوت يومها من خلال نبش النفايات أو الزبالة بلد يطفو على بحار من النفط والخيرات. بعيدا عن المنظر اللي احنا نشوفه لامرأة مسنة قاعدة تنبش بالقاع وتدور في النفايات حتى تدور لها لقمة عيش، لقمة عيش من أدها، شوف المنظر اللي داير مدايرها، النظافة والترتيب في بلد اسمه بلد الحضارات، في بلد نفتخر انه هذا البلد هو اللي علم العالم القراءة والكتابة، في بلد من المفترض انه واحدة من حضاراته اخترعت العجلة او اوجدت العجلة، في بلد نفتخر انه هو اول قوانين وتشريعات اوجدت بالعالم هي مسلة حامورابي او قوانين حامورابي. لكن مع الأسف نسبة الفقر قلنا لكم 25% يعني ربع الشعب، بوقت احتياط البنك المركزي العراقي يفوق الاحتياط المركزي العراقي فوق المليارات من الدولارات ومن الدنانير، وقالوا انه هذه المشكله اللي تصير بالبلد
حسب مراصد حقوقية أنه أسباب ارتفاع نسبة الفقر هي سوء التخطيط، أسباب ارتفاع الفقر هي الفساد المالي الإداري اللي ضرب مؤسسات البلاد، استشرب جميع مفاصلها من دون وجود عمل حقيقي يحد أو يقضي على هاي الظاهرة. من بين الصور اللي تم تداولها مؤخراً اللي رصدوا ناشطين لسيدة مسنة أخرى هم أنا دا تنبش الزبالة وحاوية للنفايات بوقت تدعي به الحكومة حكومة السوداني أنه هي جت لخدمة المواطن وخدمة العراقيين وجت تنتشلهم من واقعهم المزري إلى واقع أفضل. تعالوا نشوفكم الواقع الأفضل هذا. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، مثل المقطع الاولاني. المقطع الاولاني مره قاعده تنبش بالنفايات، هنا انا بجزره وسطيه، اذا ذيك خاتله بين البيوت، هاي بين العالم، الرايح والجاي يشوفها. قاعده تدور كرتونه، تنكه، حديده، قوطيه مال بيبسي، علبه، اي شيء، اي شيء من الممكن اكو واحد يشتري من عندها فلاسين، حتى ترجع تشتري لها الشم صمونه، والشم طماطايه، والشم بوتيتايه. حتى جهالها ياكلون، لانه اللي يشتغل بهذا الشغل مال يوميه يشتري كيلو لحم في ظل الغلاء اللي دا يعيشه العراق باللحوم الحمراء ما اتوقع. هذا حال حكومه ابو الله لا يوفقني، هذا حال البلد بحكومه حكومه الخدمات، هذا حال البلد يقول لك انا منكم واليكم. لما اجانا محمد الشاعر السوداني وقالوا هذا من ابن الشعب ومن رحم الشعب وهو اللي يعرف الشعب شنو محتاج وهو اللي يعرف شلون راح يدار الشعب وهو اللي يعرف احتياجات الشعب، ما شاء الله، شكرا جزيلا. ابو علي الشمري، نار جهنم في بطون كل من سرق مال الشعب العراقي تطلع بصحتهم. جهاد ابو زهراء، اين العدل وحقوق الانسان؟ هل هذه كرامه العراق؟ هكذا تهان؟ اتقوا الله يا مسؤولين، غدا يوجد رب عظيم ينتقم من الظالم. ومحمد عبد الصاحب، لا اله الا الله تحت اقدامه كنوز الدنيا ويدور بالزباله، حسبي الله ونعم الوكيل. حيدر البياتي، الله اكبر، فلينظر السياسيين ماذا حل بشعبهم وهم يتنعمون بخيرات العراق. هذا البلد اللي حكينا بيه ناس موجوده بالسجون 90% منهم ابرياء، بل 95% منهم ابرياء إذا مو النسبة أكبر. بلد بخيرات كومة وشعبه يدور بالزبالة. بلد بخيرات كومة وما عنده كهرباء. بلد بخيرات كومة ومي العالم تقدر تشرب من عنده أو تسبح به أو تطبخ به ما عندها. بلد بخيرات كومة ووظائف للعراقيين ماكو، بس البنغالي والهندي والصيني والياباني والإيراني دول يشتغلون بالعراق وبرواتب 60 ورقة إلى 70 ورقة وتكتات سفر وأكل وشرب و و و و و و. أما المواطن العراقي هو قال لأني الله لا يوفقني على هالخدمات، الله لا يوفقني إذا تبقى هاي الخدمات، بس هو ما فهمنا شنو قصد الله لا يوفقني، لانه كان شايف الخدمات قبل ما يجي محمد الشاعر السوداني هوايه على الشعب العراقي، فقال الله لا يوفقني اذا بقين، لان انتم لازم تنحرمون من كل الخدمات، وهذا اللي جاي يصير. ابو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله استاذ افل، تحياتي لقناتكم العظيمه والساده المشاهدين الكرام. عليكم السلام والرحمه، حياك. حياك. استاذ افل، احنا نعرف العراق هو يعني بلد من يعني البلدان الغاليه، عنده نفط وعنده يعني الثروات السمكيه وعنده العتبات المقدسه وعنده اراضي زراعيه وعنده كل الخيرات اللي الله سبحانه وتعالى انزلها على هاي الارض، الارض الكريمه، الارض الحبيبه، ارض العراق يعني الطيبه المعروف بالعالم كلها، يعرف العراق أرض الخير، أرض التمور، أرض كل الأمور اللي بيها الله سبحانه وتعالى نازلة من الخير. بس للأسف إحنا من 2003 لحد الآن أصبح هذا خير العراق وكل وارداته وكل أمواله بيد جيوب المراجع وبيد الأحزاب، بيد الناس اللي حفوا من 2003 ولحد الآن. اما الشعب العراقي ما لاقي من عندهم غير السجون وغير اللي يعني مثل ما قبل شويه كان المقطع انه يدور بالزباله
وعجلكم الله بالنفايات، وهذا يعني يعتبر خزي وعار على الحكومة. ليش إحنا ما نتطور حالنا حال البلدان الأخرى؟ ليش ما العراق يرجع مثل ما كان وأحسن بمصانع بمزارع يعني أيدي عاملة تشتغل، بدل ما نكون نجيب البنغلاديش ومع احترامنا أشقائنا العرب يعني إذا كانوا من مصر وإذا كانوا من أي دول المجاورة اللي هي اللي يدخلون للعراق، ممكن خلي يدخلون يساعدون يعني ناس يعني من طاقات. بس ليش احنا المواطنين العراقيين عندنا بطالة نسبة كثيرة، يعني شباب عاطلين عن العمل، شباب يحتاجون إلى تنمية هذا الوطن والطاقات، يعني بحيث أنه تخلي المواطن بدون فقر وعده نفط وعده أراضي زراعية. ليش ما ترجع هاي الأمور؟ ليش ما يكون الشعب العراقي هو يكون يحكم نفسه بنفسه؟ بس للأسف إحنا ما زالت هاي الأحزاب وهاي السلطة اللي حكمت العراق هي كلها حقدها على أبناء الشعب وتدمير الشعب العراقي. ليش المواطن من يتخرج ويصبح إلى مكانه بالمجتمع ليش يتحاربونه؟ وليش القوات الشغب تعتدي عليهم؟ ليش كفاءات عندنا يعني دراسة يعني درسوا بحياتهم وتعبوا؟ هذا أبسط ما يكون ما يوظفون الناس والشباب واللي قاعدين نشوفهم يطلعون تظاهرات يطلبون حقوقهم. ثورة تشرين أيضا طلعت من أجل وطن، طلعت من أجل سيادة العراق وكرامة العراق وبناء العراق، من أجل صورة صحيحة من أجل كل العراقيين. بس للأسف دنشوف القمع ودنشوف الاغتيالات، دنشوف الكاتم الأصوات اللي هاي ردها على أبناء الشعب. للأسف إحنا ما زالت هذه الحكومة وسلطة الأحزاب علينا أن يكون ثورة ضد هاي الفاسدين، نسحق هاي الأحزاب وتسحق كل العروش اللي بنتها من 2003. ومهما يكون كان الظلم علينا لابد اليوم العراق أنه يرجع على ما كان أحسن ويتقدم، وإن شاء الله النصر قادم بعون الله. ومهما كان الظلم فالله سبحانه وتعالى يبشر القاتل بالقتل ويبشر الظالم بالظلم. اللي ظلمونه لابد يجي يوم ينسحقون، لابد يجي يوم ينحسبون. وأنا أشكرك شكراً وتحياتي شكراً 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 لك أبو عمر. أستاذ أفل حياك الله. يعني أبو عمر ذكر نقطة، نحن لسنا ضد تعيين اليد العاملة الأجنبية، لكن هنالك شروط. أنا واحد من الناس اللي تخرجت من إحدى جامعات المملكة الأردنية الهاشمية، ووالدي كان أستاذ في جامعات المملكة الأردنية الهاشمية. كانوا أكو أساتذة عراقيين وسوريين ومصريين يشتغلون بالجامعات الأردنية وفي كافة الجامعات، لكن سنوياً عند تجديد العقود كانت وزارة التعليم العالي تبحث عن الأردني أولاً ابن البلد، يقول لك هو صاحب الحصة حصة الأسد، في حال انتفاء الحاجة أو النقصان يبدون يدورون بالجنسيات الأخرى. والخبرة والعمر دني إلها دور والمنافسة. أما بالعراق اليوم عندنا شهادات وعندنا خريجين وعندنا دكاترة وعندنا ماجستير وعندنا أساتذة وعندنا معلمين وقاعدين بالبيوت ويباوع على حقول النفط، كلها هنود وبنغاليين وفلوس العراق ده تطلع برا. الشاب العراقي يروح يدرس ويكمل جامعة ويتعب سنين عمره ويكمل ماجستير ويكمل دكتوراه ويباع ما يلقى شغل، والإيراني يشتغل. زين ليش؟ زين شغلني كملني، وقف تشوف ذني حمل ذولا حملت الشهادات العراقية، شغلهم مستشفيات العراق ما بيها كوادر، شغلهم الدوائر المؤسسات الحكومية ما بيها كوادر، شغلهم ورا ما تنتفي الحاجة إلهم وتشوف من نوع عندك روح جيب هنود وبنغاليين وإيرانيين بكيفك حبيب قلبي. لكن حرصت حكومة السوداني مؤخراً أن تضخ دعاية إعلامية وبروباغاندا صورتها أمام الرأي العام حتى تبين أنه هي حكومة لإنجازات عظيمة. وتتذكرون جسر الأمة، جسر المشاة اللي افتتح السوداني بمطلع العام، والكذبة اللي طلعها لما ادعى أن النظام السابق منع التواصل بين منطقة القريعات وهي بصف منطقتي يعني كانت بصلاخ القديم والكاظمية، كأنما أنا من دا أحكي لكم لأن أنا عارف الواقع وعارف المنطقة شبر شبر، كأنما أنه هذا الجسر إجى حتى يفتح التواصل الممنوع بيناتهم. وراها تحول هذا الأمر إلى مادة للسخرية بين العراقيين، لأن الجسر نفسه أثار الجدل بعد صرف أكثر من 40 مليار دينار، رصدوا مواطنين استعانة الدوائر البلدية دعامات حديدية حتى يسندون أقواس الجسر حتى ما توقع وراء أشهر قليلة من افتتاحها. هذا الفيديو طلعناه
ويدللكم على ضعف متانة هذا الجسر. هذا المشهد احنا طلعناه ببرنامج صوتكم، طلعناه بشهر آذار الماضي، واحنا اليوم بنهاية تموز. المفارقة انه هذا الفيديو جديد 5 أشهر على هاي الحالة، والدعامات اللي الناس شعبيا تسميها الجقات موجودة لحد هاي اللحظة من دون اكتراث الحياة المواطنين. اتفرج عزيز المشاهد. عم نشوف الجسور حاطيها بجكات باوع، وقل لك شون جسور خالي السودان ابو الجسور خالي جكات الله لحد. هذا القوس اذا يوقع على اليمن بالله يوقع علي على الوادي. هذا الجسر اللي عبر القريعات الكاظويه. شوف شوف الجكات لك شنو جسر بجكات الله لحد. شنو جاي اسوي لك؟ لا لا شوف ذيك التكمه، خليني اشوفك التكمه، خليني احول على الثانيه هسه على التكمه. تعال عين استاذ حيدر، تعال تفضل تفضل استاذ حيدر، تفضل 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 استاذ حيدر تفضل تفضل باوع. تعال شوف 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 شوف, شوف, شوف شباب، وع هذا الجسر وع التكمه مالته خاف يوقع، حاط له شي خاطم والاربع انجات من الجسر مو هاي باوع بعد طرقع الفلك الاسود. هذا كله شغل بابا محمد. بابا محمد شوف بابا محمد ايش حاط، حاط له جيك بالجسر باوع. هذا بابا محمد اللي تريدونه بالجسر، بعد جيك هذا على طول الجسر هيج كله جكات وتكم تكم ام الاربعة ايج ما ادري شني. مشكور باب محمد على الجسور. اكو اغنية تمثل بابا محمد كلش زين، يا محمد بو يا محمد يا محمد. سمعوا هالاغنية وسدوا عيونكم وتذكروا ايش يسوي محمد بينا. محمد بويا محمد بشتلي ليش تتعمد. مهم، المجسرات اللي تروج لها حكومة الخدمات هي صارت الشغل الشاغل للعراقيين بسبب الملاحظات الفنية الهواية اللي طلعت عليها. هاي الملاحظات امتدت وشملت عمليات الصيانة للجسور القائمة، منها جسر الأحرار هذا اللي عمره عشرات السنين واللي بحياتنا ما صارت لنا هاي الحالة، لكن مواطن رصد لنا حال الجسر بسبب تلف جزء، اكو شويه من السياج صار بيه خياس من جوا، اراد لصيانه حتى لا يوقع بالناس. تعالوا نشوف عمليات الصيانه مال الجماعه. يا الله السلام عليكم. هذا جسر الاحرار، يعني شغل تلزيق بتلزيق. هسه هو سياج مايل هيك جايب لك راجز وانت تسحبه، مثلا شنو سياره مدعومه وتسحبها، الجسر خايس. وهاي جايبي لك هاي البليته ما ادري ايش قد ثخنها، راح يلحموها يحطوها هنا على الخياسات. شغل تلزيق بتلزيق. عمي شوفونا لوكم مسؤول ما يصير هيك والله، يراقبهم لا يشتغلون هالشغل، بس كل من يشتغل بكيفه، ماكو لا مسؤول ولا مراقبه. راجز وزناجيل، الاخ تنكشي بالشيخ عمر. جاية سيارة شاصي مالتها معوج، بلا زعمة شقل لي منك، حط لي بنزينجية وطررت وجر بيها، دا يعدل شاصي، مو جسر. من نحكي لكم حتى لا يوقع بالناس، ليش؟ النتيجة راح تشوفوها بهذا الفيديو. لأنه بهذا الفيديو بسبب أعمال الصيانة الترقيع، صار الخطر يهدد حياة المواطنين، وهذا اللي صار ويا علي محمد كاظم الشجيري من أبناء حي الجهاد ببغداد. صعد على جسر الجادرية، أجاب المنظر، قال لك نهر دجلة جواية، اجت تتش على السياج، طلع تليفونه دا يدق سيلفي بسبب أعمال الصيانة الغلط اللي هي المفروض دائرة صيانة مختصة لأعمال الصيانة على السياج، هم ناطيها الحداد طق عطيه، حداد يجوز ما يعرف ايش دا يشتغل، اجى ذبله اصبعين ولدن وطلع. هذا الشاب منتجي دا يطق السلفي طق اللحيم، وقع السياج وقع هو غرق الشاب. تعالوا نشوف. وع الجسر اللازمينه لازم شيش. هو طلع ابو ياسر.
يعني ابو امانه العاصمة بروح ابوك، مو تروح تنزل ناس جوا جسر الجادريه يطلعون القطعه مال سياج وتجيب لك كم راجز وتوقفها. هاي تاليتها، هذا شغلكم التعبان. سياج يريد يوقع مال المحكمه بالناصريه، يحطوا له شاخصه مروريه حتى ما يوقع. جسر جديد صرفوا عليه مليارات الدنانير، حطوا له جقات مال بناء. سياج مال جسر، جسر الاحرار، تعرفون ايش قد عمره؟ عمرنا ما شفنا انه اكو بي مكان بخياس الا ورا 2023. يا ترى ليش؟ هذا السؤال اللي اتمنى احد يجاوبني عليه. حسام رحيم يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله يرحمه برحمته الواسعه، سياج جسر الجادريه متهالك جدا. انا بنفسي لاحظت هذا الشيء، المفروض يتم معالجته، لكن الجسر مهمل من قبل الجهات المعنيه رغم موقع المهم. فاضل الفرطوسي، والله المفروض يحاسب المسؤول عن الطرق والجسور والبلديه، الله يرحمه ويغفر له. علي اوميد، الله ينتقم من الفاسدين في أمانة بغداد، المفروض محاسبة وإقالة أمين بغداد. دكتور قيس، المفروض أهله يقيمون دعوة قضائية على دائرة الطرق والجسور. سامر الرسام، أمانة بغداد والبلدية ملتهية بالنهب وسلب المواطنين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد تقي الموسوي، يجب الحذر من كل شيء لأن ماكو ثقة بعد بكل شيء، الفساد نخر البلد نخر. أروح إلى قضية رابعة وهي الواقع الصحي المتردي، يعني الإهمال اللي دا يصير بهذا الملف واللي حكينا عليه هواية، وما تمر حلقة ببرنامج صوتكم إلا وهذا الملف طالع ويانا. ملف الفساد اللي دا يضرب مفاصل الدولة وهجرة الأطباء والكفاءات والصيدلانيين بسبب التهديدات الأمنية وانتشار السلاح وتسبب الفساد وتفشي المحسوبية بحالة من اللامبالاة من قبل الطواقم الطبية اللي عادة تترك المستشفيات والمراجعين من دون تقديم العلاج. مستشفى الكاظمية اللي راح لها رئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني بزيارة بداية تشكيل حكومته، وراها طلع بمقولته الشهيرة لما شاف الخدمات على حالة قال الله لا يوفقني على هالخدمات، لكن الحال بمستشفى كاظمية على ما هو عليه. هذا مراجع تركوا مريضة بالشارع يواجه مصير مجهول ويواجه الموت. ليش؟ لأنه ما يرضون ينقلوا سيارة الإسعاف، هو مريض يحتاج إلى غسل كلية. يا بليش مدافع المبالغ المترتبة عليه، تعالوا نشوف. أين وزير الصحة؟ بابا هذا المريض بالشارع وبالأسعاف ما يقبل يطلع ويانا من الديالزة، إحنا بمستشفى الكاظمية من الديالزة الداخل الطوارئ، ما يقبل بالأسعاف يطلع ويانا إلا بفلوس، إلا بفلوس. أين وزير الصحة؟ بابا هذا المريض بالشارع وبالأسعاف ما يقبل يطلع ويانا من الديالزة، احنا بمستشفى الكاظمية من الديالزة الداخل الطوارئ، ما يقبل بالاسعاف يطلع ويانا الا بفلوس، الا بفلوس. كل واحد عنده مريض يريد يروح لهناك ياجر له ثلاث جهال اربعه، اثنين اكو مسدسات بها قلوبات احمر ازرق يطلعون من الجامتين ويشغلوهن، واثنين اللي ورا يصيحون وي وي، تشتغل الاسعاف مالتك وتشنقل السديه بالصاله انصه وسحبه وروح، لان ابو الاسعاف ما يرضى يروح. مع الاسف، مع الأسف هاي المهنة اللي هي مهنة إنسانية بحتة، واللي من المفترض الطبيب يعالج حتى لو المريض ما عنده فلوس وبعدين يفكر بالفلوس، لكن صارت الفلوس أول وحياة المريض طبها مرض. بالوقت اللي تتباهى بالدول بالإسعاف الجوي وطائرات هليكوبتر حديثة لنقل المرضى من مكان إلى مكان آخر وإسعاف متنقل ومستشفيات متنقلة، العراق بعد يعاني من تقادم عربات الإسعاف وتهالكهم وعدم تجهيزه، وصارت هي عبارة عن مجرد سيارات للنقل المريض من إلى، ما بها أي شيء للتدخل السريع، إضافة إلى الأوساخ والنفايات اللي بداخلها. مواطن من البصرة رصد لكم الحال المتردي لسيارة إسعاف وهو دا ينقل مريض من قضاء أبو الخصيب إلى مركز المدينة. شوف هاي إسعاف من مستشفى أبو الخصيب
ناخذتنا للتعليمي، مستشفى الصدر التعليمي، لا تبريد لا شيء، حاره تموت، كاتل الوصف الزباله. شوف وين مدير عام صحه دار صحه البصره وين هاي اسعاف هاي؟ الحمد لله والشكر بها ساديه، نحمد الله ونشكره. فرحت انا من شفت سياره اسعاف بها ساديه. تعرفون سياره الاسعاف بها جهاز لانعاش القلب، وبها جهاز اكسجين، وبها اجهزه تدخل سريع، واكو بسياره الاسعاف المفروض اكو طبيب مختص في حال انه حادث سير عاجل او ما اعرف شنو، يحتاج تدخل جراحي سريع او بسيط لحين وصوله للمستشفى حتى يحافظون على حياه المريض، المفروض موجود. وتبريد، لانه في بعض الاحيان هوايه من الادويه الموجوده تحتاج الى اجهزه تكييف، اضافه الى درجات حراره بالعراق خصوصا بالبصره اللي تعبر 60. لكن الجماعه جايب لي سياره للنقل، بيك اب، هي مو سياره اسعاف، بيك اب شادين صافره مال اسعاف. ابو حسين، خدمات رديئه جدا وخاصه سيارات الاسعاف، المفروض عند تردد سيارات الاسعاف التابعه للدائره تصنف ويتم تعويضها من قبل الوزاره. شهيد الزريجاوي، لوادم صارت تاخذ مريضها بالطيارات واحنا اسعاف ما عندنا. علي منصور، الاسعاف عندنا مجرد عربه نقل لا اكثر، طبعا في حال توافرها. ابو عبد الله، نطالب من وزاره الصحه توفير مسعف للمريض في سياره الاسعاف وفيتر للسياره التعبانه ويا المسعف. وعلاء الشويلي، ومن يطلعون المسؤولين بالتلفزيون يشرحون الوضع الخدمي ويصورون الوضع كانما المواطن عايش بالنرويج. عبد الله العراقي، اقذر واتعس وافسد وزاره بالعراق هي الصحه. هذا تعليق الناس على قضيه تقادم سيارات اسعاف. للعلم في محافظة البصرة اكو فيديو طلع ببرنامج صوتكم وانا قدمت حلقة في وقتها، اكو اكثر من 1000 سيارة اسعاف حديثة مشمورة لان اكو واحد من المسؤولين رافض يدخلها. رجع مرة ثانية الحكي عن اتفاقية مادة زيت الوقود الثقيل لفيول المصدر الى لبنان، ورا معلومات عن سعي حكومة لبنان الى الاستفادة من مادة النفط الثقيل او مادة زيت الوقود الثقيل اللي موجود في العراق في ظل الضغوط الإيرانية لتمرير الصفقة كنوع من انواع الدعم لميليشيا حزب الله وحكومتها في لبنان، واللي تواجه مشاكل سياسية واقتصادية هواية. بحسب وثائق خطة الطوارئ الوطنية لقطاع النفط اللبنانية واللي اعدتها وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان الحكومية، أن الشركة تعتزم زيادة حجم الصفقة مع العراق إلى 772 مليون دولار سنويا حتى تعزز الطاقة الإنتاجية من 4 ساعات يوميا إلى 8 ساعات بحلول عام 2028. هاي لبنان هيجد تفكروا، العراق ده يرجع. وما كشفت السلطات الحكومية في العراق عن تفاصيل العائدات اللي تجنيها البلاد من تصدير النفط للبنان ضمن الاتفاق اللي قررت حكومة إطار التنسيق برئاسة محمد الشيع السوداني تمديده عام آخر حتى تشرين أول 2024، مع زيادة كميات النفط من 1.5 مليون مليون إلى 2 مليون طن لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية، وراء معالجة النفط العراقي ليتناسب ويا ذيك المحطات. والعراق عنده محطات غازية بس يحرق الغاز لأنه العراق طب مرض. تعالوا نشوف.
حكومة لبنان، ولبنان هو بلد يعاني من نفس الحالة اللي يعانيها العراق، اللي هي وجود الرئاسات الثلاث ووجود الطائفية في الحكم. العراق الرئيس كردي، رئيس الوزراء شيعي، ورئيس البرلمان سني. وأما لبنان الرئيس مسيحي ورئيس الوزراء سني ورئيس البرلمان شيعي، فإذا هي نفس الحالة. لكن اللبنانيين دا يفكرون، يقول لك يا بنستورد حتى نزيد نسبة تجهيز المواطن بالكهرباء لثمان ساعات باليوم. أمي شوية غاروا من عندهم، أنتوا تصدرون لهم نفطنا، هم يفكرون شلون يزودون الناس أكثر مدة، يغاروا من عندهم وسوونا مرحلة أولى ثمان ساعات، وراها شوية شوية الأمور تتحسن. بس إحنا مو كنا بالحصار ساعتين بساعتين جدول، هسه أيام ماكو كهرباء، إضافة إلى مشاكل كبيرة تعاني من عندها شبكة التجهيز الكهربائي. التصحر هي واحدة من أبرز أسباب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب العواصف الترابية والعجاج واللي دي يصير بالعراق من تقريباً 20 سنة. لكن العراقيين أبدوا اهتمام ملحوظ بالآونة الأخيرة بعمليات التشجير داخل أحيائهم السكنية، ومن خلال تنفيذهم لمبادرات فردية وجماعية على مستوى المجتمع مو حكومية، ويعتبروها ضرورية لمواجهة التغيرات البيئية اللي تصير وتلحق أضرار كبيرة بهم. اعتقدوا هواية من الناشطين بهاي المبادرات انه مبادراتهم تشجع الجهات الحكومية اذا استحت على اطلاق عمليات تشجير مليونية تساهم بالدرجة الاولى درء مخاطر ارتفاع درجات الحرارة اللي وصلت نصف درجة غليان خلال شهر تموز الحالي. هالسياق غردوا عراقيين على وسم هاشتاغ ازرع شجرة، اللي اخترنا لكم بعض التغريدات التالية ويا ارتفاع درجات الحرارة بالعراق اللي وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن مختلف المحافظات العراقية. عمر الحلبوسي غرد يقول بطرق بسيطة استطاعت الصين أن تحول الصحراء إلى واحة خضراء، وكذلك إنتاج الطاقة الكهربائية واستخدام الألواح الشمسية، وبذلك أوقف زحف الرمال والحد من التصحر وأنشأت حزام أخضر وحولت الصحراء من تهديد بيئي إلى بيئة إنتاجية عظيمة. لو كل واحد منا يزرع شجرة نحل جزء كبير من المشكلة. مصعب الناصري، مع ارتفاع درجات الحرارة الكثير منا يبحث عن ظل الأشجار، ولكن القليل منا من يفكر بزراعة الأشجار. ماذا لو كان التشجير إلزامي؟ تخيل كيف سيصبح العراق. بلال آل جبور، اليوم كملت العدد وصار ببيتنا 101 شجرة بين أشجار مثمرة وأشجار ظل، ماكو أحسن من الأشجار، هو نقي وظل وبرودة ومنظر حلو. وحوراء الياسري تقول هاشتاغ ازرع شجرة بباب بيتك أو في أي مكان ممكن توصل له، وتسقي هالشجرة يوميا وتحافظ عليها حتى تكبر. هاي التغريدات وغيرها 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 على هاشتاغ ازرع شجرة. ليش؟ لأنه ما شاء الله على الحكومة العراقية، بل العراق بلد النخيل، اللي وصلت في سنة من السنوات لما كان العراق ولمدة أكثر من 30 سنة متربع على عرش الدول المصدرة للتمور، وصلت عدد النخيل العراقية أكثر من 35 مليون نخلة، وفي بعض الأرقام تقول وصلت إلى 40 مليون نخلة. وحكومتنا الرشيدة، حكومة أبو الله لا يوفقني، مشغلة الشفل وتقص مزارع العراق اللي كانت موجودة واللي تزرع الشلب وتم العنبر والحمضيات بدياله وكثير من المحاصيل الزراعية اللي كان العراق مكتفي بها. الشفلات العراقية شغالة ليش؟ لأن أبو الحزب والمسؤول والسياسي يريد القاع حتى يبني مول، حتى يبني محل، حتى يبني بيت ويبيعها، لأن المزرعة ما تجيب فلوس، بس من يحولها تجاري تجيب له خوش مالات. ومن ضمن اللي تجرفت هي الحزام الأخضر، وضمن وظائف الحزام الأخضر هي تخفف درجات الحرارة. درجات الحرارة بالعراق ما تغيرت، بس كان العراق نص أخضر، فكان الهواء للمدن طيب نتحمله. العراق حار من يوم يومه، لكن كان مشجر، أكو شيء، أكو حزام يشتغل شغل المصفي، يخففك من التراب، يخففك من الهواء الحار، يخففك من هواية أمور. لكن من جوي وشالوهن صار العراق مثل تشول، الهوية تطب منها تطلع منها، وأغلب المناطق صحراء، الهوية تشيل وياها رمل، فلما نطب للمدن تطب حمرة. وتخيل شي يصير بالعجاجة، ما شاء الله من تمطر تغرق الدنيا، ومن تجي هوية تصير عجاجة، ومن يتمرض المريض يروح يموت،
ومن يروح يدور علاج ما يتعالج، ومن يروح يدور وظيفة ما يتوظف، ومن يروح يدور خيرات ما يلقى، ومن يروح يدور حقه ما يحصله، ومن يروح هو بريء يعتقل ينسجن وينعدم ويقول لك أنا عراقي وكلمة صنعة في العراق انداست بالرجلين. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة يوم الثلاثاء، انتظروني، في أمان الله.